فاطمة عمر محمد بطلة عالم في رفع الأثقال. بقالي 20 سنة الحمد لله بطلة العالم ومعايا 4 ميداليات أولمبية. وأنا الوحيدة في مصر الحمد لله إني معايا 4 ميداليات أولمبية وعلى التوالي ذهبية. وده حاجة طبعاً أنا بفتخر بيها جداً وبتمنى من الله إن هو يعني أحافظ على مستواي لغاية يوم ما أعتزل. تحديت كل الظروف إن أنا أفضل مواصلة على مشواري ده. تزوجت والحمد لله معايا 2 بنات وحسيت إن الدنيا هتقف بعد يعني ما اتجوزت وخلفت، حسيت إن دنيتي في الرياضة هتقف. بس الحمد لله ربنا يعني وفقني بزوج، لولا عليا أنا ما كنتش هقدر أكمل لغاية دلوقتي. دايما بيدفعني الأحسن، دايما بيسهل لي الصعاب اللي بتمر بيها. أي مشكلة بتقف قدامي في التمرين هو بيبقى ورايا فيها، لا أنتي كملي خليكي في نجاحك وملكيش دعوة بأي حاجة تانية أنا هبقدها. في بدايتي طبعا كنت يعني زي أي حد عادي في الدنيا، يعني متهيألي ما كانش ليا هدف في الحياة، عايشة الحياة وخلاص، بس ما عنديش أي طموح كأي واحدة معاقة في زي في بلدنا دلوقتي. ما كانش حد يقف وراها ويدعمها ويدفعها لقدام، ما بيبقى عندها هدف ولا عندهم أي طموح. ما قدرتش إن أنا أكمل تعليم خصوصا عشان ظروفي كإعاقة وكده، وما قدرتش، فعايزة يعني أعمل حاجة تانية تخليني الحمد لله بعد كده أولادي يفتخروا بيا. فكرت في مجال الرياضة، فالحمد لله أول ما دخلت مجال الرياضة ما كانش هدفي بس إن أنا أبقى ألعب رياضة وأروح النادي وأجي من النادي وخلاص، لا كان هدفي إني أعمل حاجة مفيدة، أعمل حاجة يعني الناس تستفيد منها، كل معاق يستفيد منها. أنا شفت الحياة بنظرية تانية خالص، كانت هي سبب إن هي جت بيتي وأقنعتهم إني أنا ألعب رياضة وأمارس الرياضة. فهي إنسانة بصراحة يعني متفائلة وإنسانة لذيذة وإنسانة عمرنا ما حسينا إن في فرق، بالرغم إن فاطمة ميدالياتها ما شاء الله يعني ميداليات كتير وكلها ذهب، بس عمرنا ما حسينا إن هي أكبر مننا وأعلى مننا. انا بحب اقول لكل المعاقين في الدنيا كلها ما فيش حاجه اسمها ياس، ما فيش حاجه اسمها ان انت تقعد في البيت بتدور على فرصه تجيلك لغايه البيت، لا مش هتجيلك لغايه البيت، لا اطلع ودور، هي دور عليها، ابحث عنها في كل مكان هتلاقيها، مش شرط يكون في الرياضه، ممكن يكون في اي حاجه تانية. انت بطل من جواك، طلع بطولتك دي في اي حاجه انت بتحبها.